السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في عائلة هوبا ورونا، والنهاردة ان شاء الله هنقدم لكم حاجة جميلة من روائح رمضان. وكل سنة وحضراتكم طيبين. هنقدم حلويات صغننة كده بتبقى خفيفة وجميلة في رمضان، الاولاد الصغيرين بيحبوها جدا. هنقدم جلاش، وهنحشي النهاردة بكريمة السميد، ومعانا كوباية لبن، ربع كوباية سكر، وربع كوباية سميد، ومعايا سمنة مسيحاها، وفي جوز هند حسب الرغبة، ومعايا الفانيليا. هنجيب المعلقة، بسم الله، هنبدأ نحط ربع كوباية سكر والسميد. فانيليا ونقلبهم مع بعض. دلوقتي هنحطهم على النار، ابدا اقلب فيهم لغايه لما يربط معايا. نفضل نقلب فيها كده، هي بتربط معايا حبة بحبة. ما بتاخدش وقت خالص، بتبقى حلوة وجميلة وخفيفة قوي في رمضان، الأولاد كتير بيحبوها. طبعا أحلى حاجة في رمضان لمة العيلة. كل سنة وانتم طيبين، العيال كمان بتبقى مبسوطة جدا بالذواق. هي تبقى معانا بالشكل ده، تبدأ تربط. هي خلاص كده بدأت تخلص، هفرغها عشان تبرد. دلوقتي انا فرغتها خلاص في طبق كده عشان تبرد. بالنسبة لو حضرتك عايزة تضيفي مكسرات براحتك، عايزة تضيفي جوز هند ده حسب الرغبة. انا بحب الجوز الهند هضيف، واقلبها كده شوية تبرد بقى. هي هتبقى بالطريقة دي، واسيبها تبرد لغاية لما نعمل مع بعض الجلاش. ودلوقتي هجيب ورقة الجلاش. انا مش شرط عندي نوع معين، انا والله لما بشتري حاجة بتجيلي على حسب نوعها، يعني المهم يكون الجلاش كويس تستخدميه. ربنا يستر ويشوف معاك الجلاش ده يكون كويس. الحمد لله تمام. مكان ضيق هكده. فرقت ورقة من الجلاش، ودينا السمنة، بجد جربوها بتبقى جميلة قوي وخفيفة. كده احط ورقة تانية، دي تكملة دي. كمل بس التكملة دي، الجلاش معايا ساعات بيقطع، وعادي كمليها عادي متقلقيش من حاجة. كملي، دي ورقة تانية. نحط الورق التاني عليها، نسقيها سمنة، حاولوا بجد وانتوا بتعملوا حلويات الجلاش يكون الجلاش كويس، لانه مش عارف ايه ساعات بيبقى مقطع كده، وبيجي ساعات انتوا وحظك بقى. احط برضو ورقة تانية واكمل الطبقات وارجع لكم تاني كده.
الاخر. طبعا انا طبعا حطيت الورق كله الطبقة كلها وبقى مدهناها بالسمنة، وحضرتك ما تعملهاش بالزيت خالص هتنشف معاكي. حاولي تحطي سمنة او مع زيت، او سمنة بس عادي، او سمنة مع زبدة بتدي طعم احلى كمان. كده خلصت. بسم الله. كل اللي انا هعمله انا هقطعها، انا عايزاها عريضة شوية عشان الحشوة. بسم الله بسم الله. نبدأ نقطع الكمية مع بعض. نحاول ان هي تكون قطعتها كده عبارة عن مربعات بالشكل ده كده، هتبقى معايا بالشكل ده. هبدأ احشي الحشوة مع بعض. اجيب المربع اللي معايا ده وابدأ احطها كده الحشوة بتاعت السميد، وابدأ اقفل معاها. تقفل معايا كده تبقى بالشكل ده. هعمل كمان واحدة قدامكم. تبقى بالشكل ده. كده خلصنا الكمية. نبدأ بس ايه ندهن كده دهنة كل واحدة برضو بالسمنة من فوق، ودهن الصينية قبل ما احطهم وارصهم فيها. وزودي اوعى الجناب عشان دي ايه هتقرمش معانا وتورق. هبدأ ادخلها الفرن في الوسطاني، في الرف الوسطاني بتاع الفرن، وارجع لكم تاني بعد ما تتحمر. وادي خلاص خلصتها كده من في الفرن وخدت وشي كده من فوق عشان احمر الحته اللي فوق. وابدا دلوقتي اعملها بالشربات، اعمل شربات. الشربات ده معمول من كوبايه ميه وكوبايه سكر وليمونه، وحط فيها فانيليا، ريحه فانيليا صغيره كده. حابه تحطيها تحطيها، ما تحطهاش براحتك برضو. ابدا اسقسها كده. طبعا الشربات معايا بارد لان انا بدات اعمله من البدايه خالص، من قبل ما كنت اشتغل خالص. لازم يكون بارد. وابدا اسقسها كده واسيها بعد ما تخرج على طول من الفرن. حطنا كده دلوقتي في طبق التقديم، بتبقى مورقة كده وطعمها حلو بالشكل ده. حابة تحطي مكسرات، انا عندي جوز هند بحب عشان حاطه في قلبه برضو جوز هند، بحطه كده. الحلويات دي بتبقى خفيفة جدا في رمضان وبسيطة وسهلة، واي حد يقدر يعملها بسرعة ومتاخدش وقت خالص. ويا رب تعجبكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بالنسبة لرمضان عايزة اتكلم عليه في روائح رمضان طبعا، لان
السناد ربنا يسترها ويجعلها خير يا رب، وبيوته تتفتح ان شاء الله، ونصلي التراويح ونرجع زي السنه اللي قبلها واللي قبلها، وزي ما تعودنا دايما ان ننزل نصلي وناخد جيراننا واصحابنا وحبايبنا، وبننزل مع العيله واخواتنا، وكلنا بننزل وبنروح نصلي التراويح، وبيبقى يوم جميل جدا في اول يوم. طبعا برضو في عادة جميلة قوي حابة ان انا اذكرها وبحبها طبعا كل سنة، العادة دي ان لازم كل سنة من يوم ما احنا اتجوزنا انا واخويا وكلنا ما اتجوزنا، لازم نروح لماما كل اول يوم، ولازم ناكل البط، بط والمحشي، ده عادة حتى ولادي حفظوا العادة دي، فمن حبنا في العادة دي فسبحان الله مستنى رمضان، وطبعا بناكل على طول مع بعض كعيلة، ولكن كعادة بالذات في رمضان وحلويات رمضان في اليوم ده كأنه بسم الله ما شاء الله. ويا رب نرجع نتجمع تاني وكل عيلة تتجمع تاني في الأيام اللي جاية، ويجعلوا يا رب رمضان خير علينا جميعا وعلى أمة محمد. والسلام عليكم ورحمة الله.